اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء، واهلا بضيف حلقتنا الباشمهندس مروان. صباح الخير عليك. صباح الخير عليكم، جمعه مباركه، واتمنى ان الليله نفيد ان شاء الله في موضوع التاثير العمل على الشخصيه. اللهم امين يا رب. طبعا من الاشياء كنا قاعدين نتكلم فيها انا ومحمد سلمان تحت الهواء اللي اثر العمل على الشخصيه، طبعا فيها اشكاليه كبيره جدا لما يكون مثلا ابوك زود ضابط او استاذ المدرسه، لما تعمل اي غلط كويس في البيت يقوم يوقفك في الحيطه ويرفع يديك يدين ويديك يديك بسطونتين كذا، عرفت كيف؟ لما انت ما مشي طبعا قاعد يا ابوي خلاص خليها برا في 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 العمل، ما ادري يطبق لنا الكلام ده، او مثلا تلقاه بالليل بيهضر براه وبيتلاقي يوقف كذا ويعمل كذا يؤشر كذا يكون بتاع مرور وغيره من اشياء كثيره جدا. فخلينا نبدا نتكلم عن اثر العمل على الفرد والمجتمع. نعم، نحن في البدايه المفروض اول حاجه نتكلم عن العمل في قيمته هو ذاته. ممتاز. بعد ذلك ننتقل لتأثيره على الشخصية. طيب. العمل هو يمكن من الحاجات الأساسية في الحياة كلها بصفة عامة. لأن ربنا سبحانه وتعالى بعد خلق الإنسان خلقه ليعمر الأرض. يبقى إعمار الأرض بيحتاج لمجهود، مجهود وعمل ومثابرة وبحث عن الموارد عشان تستغل ذاتك، أنت تستغل الموارد الطبيعية والموارد الظاهرة والمخفية دي كلها عشان أنت تطور بها حياتك. فالعمل هنا بيحتاج لجهد مضاعف. واحتياجك للجهد ده، الجهد المبذول، هو عشان انت توفر به مقومات ان هي تكون في النهايه تخليك انك انت تكون مرتاح في الحياه بصفه عامه. وده ما بخلي الناس كلها متجهه في اتجاه واحد، بالعكس بخلي الناس كلها متشعبه. يعني كل عمل بيحتاج لمجموعه من الافراد عشان يؤدوا المهمة دي. المهمة ذاتها المفروض يودوها الأفراد دي بتحتاج لليدر أو زول بيكون قائد المجموعة دي، واحد تاني بيكون بيقسم، تاني بيكون براقب، واحد بيأدي مهمة عقلية، واحد بيأدي مهمة جسدية. فدي الحياة دي كلها الأساسيات اللي بتخليك إنك أنت تنظر للعمل بصفة عامة. ربنا سبحانه وتعالى قال: وجعلنا بعضكم فوق بعض ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. يعني انا اسخر الاقل مني عشان هو يؤدي لي مهمه، والاقل مني عنده برضه ناس بيكونوا اقل منه، وهكذا. دي ليه؟ عشان تسيير العمل، ايوه، الدولاب بتاع العمل بصفه عامه. الشخصيه مهمه جدا، لانه الشخصيه هي انعكاس السلوك عند الانسان الداخلي للعالم الخارجي. فشخصيتك دي هي بتحدد انه انت حتتعامل بأي طريقه، وشخصيتك دي برضه حنجي لها قدام. يعني انه شخصيتك هي بتتواءم مع تعامل من الاعمال عشان انت تأديه. في شخصيات بيتم تنميتها وبتحاول تكسبها بعض السكيلز اللي هي بعض المهارات عشان هي تأدي لك مهمه محدده في زمن محدد. في شخصيات بتحاول انك انت تدرجها عشان توصلها مرحله محدده، ودي كلها برضه حنجيها بالتفصيل. فمن المجمل انه العمل مهم، الشخصيه بتتاثر بالعمل تاثير مرات سلبي ومرات ايجابي. انا عندي النماذج بتاعت حياه برضه هنقعد نتطرق لها ان شاء الله. ممتاز. نعم. طيب، نحن والله سعيدين في يوم الجمعه انه نتكلم عن يعني التاثيرات اللي ممكن تكون ناتجه من الـ من الـ من, الـ من العمل. يعني صار الناس اليوم معظمهم يعني موجزين، الا الناس اللي بيكونوا عندهم برديات. ايوه، الناس اللي بيشتغلوا بشفت غالبا الناس بيصطفون والناس بيصطفون. يعني احب ارحب بكل الناس اللي بيتابعونا الان، وسعيدين بكل الناس اللي حابين يتواصلوا معنا. ولو العمل اثر عليكم يا ريت لو تداخلونا عبر ارقام التواصل 0183 43 87 99، ورقم الثاني 0183 40 77 77. دكاترة بيحبوا التحقيق، بيحبوا انه حاجاتهم كلها تكون نظيفة، مهندسين بيحبوا ترتيب الاشياء والمقاسات والحسابات والارقام، دائما بتكون هي، خليني ارجع كده من الاساس. في بعض الناس بتصهر عليهم انه يا اخي والله انا ما اكاديمي، انا ما زول بتاع قراية يعني مثلا، لكن بيحب الحركة، يعني الاشياء اللي فيها مجهود. خلينا نفصل، يعني نحن محتاجين للطبيب ومحتاجين للزول اللي بيكون برضه بيشتغل بيده، يعني بيشتغل اي حرفه واي مهنه. وكل واحد زي ما ذكرتها بيكون في تكامل كده في المجتمع. يعني ما كل الناس يكونوا دكاتره. نعم. الموضوع يكون منتهي على كده يعني. طيب، في بعض المهن بتخلي عندك كده يعني اهتمام كبير جدا بالانضباط.
بيتك لازم يكون مرتب، حياتك لازم تكون مرتبة، أبنائك ذاتهم حتى مفترض يكونوا مرتبين. خلينا ناخذ النماذج دي يعني نبدا كده ونشوف يا تومي هنا ممكن تاثر تاثير كبير جدا على الشخص يعني تكون ظاهره انه يا اخي لو لاقوا الناس بيقولوا والله يا زول عسكري مثلا. نعم بلا شك هي يمكن ال ال اثر الشخصيه بتاعت العمل هي بتكون يعني احنا لو بدينا بالتقسيم اليوم، تقسيم اليوم هو مقسوم لجزئين، الجزء الاول اللي هو الجزء بتاع الدوام بتاع العمل، والجزء الثاني اللي هو الجزء بتاع البيت. فاغلب الناس اللي عندهم ضغوط في العمل بينتقلوا بالضغوط بتاعت العمل دي الى البيت، وده لانه استجابوا. انا دار اتكلم عن التاثير السلبي والايجابي بالنسبه لضغوط العمل. في ناس ما بيقدروا يفرزوا ما بين الضغط العملي في الشغل، بعد ذاك يجي البيت مثلا يغير شخصيته، بعد ذاك يقوم يتعامل مع ناس البيت بشخصيه البيت. ده بيرجع لشنو؟ بيرجع على حسب نوع الوظيفة، وعلى حسب الضغوط اللي بيمر بها في الشغل، على حسب المحيط بتاعه. لأنه أنا عندي حاجة أساسية إنه الإنسان من البيئة، البيئة اللي حوالينك هي اللي بتتحكم في حتى في مزاجك في تصرفاتك في 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 في, في أقوالك، في حتى المصطلحات. يعني ناس مثلا احنا تكبير تكلمت عن الدكاترة حتى المصطلحات اللي بيستخدموها في الكلام بيناتهم مرات بتنتقل الى البيت. ليه؟ لانه من كثرة الاستخدام انت بتستخدم كلمات كثيره في 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 الشغل، بتلقى انه مرات بتتفلت منك الكلمات دي. بتلقى مثلا العسكريه او الضباط بتاعنا الشرطه او الضباط بتاعنا القوات المسلحه، لانه محكومين بقواعد محدده في العمل. يعني لانه واحد فيه مثلا بيكون مسؤول من 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 معلومه بالغه السريه بالضروره انه يكتمها، فكتم المعلومه دي بيقوم بيخليه انه بيدوه ضوابط انك انت مثلا ما تتكلم مع مجموعه من الناس، ما تفتح مواضيع عشان الناس تتناقش معك فيها، لانه في حاجه اسمها الاسترسال دي اللي هي بتبدا بكلام بسيط، بعد ذلك بتلقى نفسك انك انت ماشي لغايه ما تقوم الكلام الناس الكلام. ايوه نعم. فدائما بتلقاهم انهم صامتين، ودي بيعلموها لهم. يعني في دورات، يعني حتى الدورات اللي بيخشوها مثلا في التدريب العسكري بيعرضوك لكل المواقف اللي انت بتمر عليها في اثناء عملك العسكري. يعني هسه مثلا لو اخذنا البياده هي عباره عن حركات متتاليه بتنظيم محدد، دي هي بتلاقيك لكن ما بنفس الشكل اللي انت بتكون داخل المعسكر. لانه بعد مثلا تجي في في في, في الحرب بتلقى انه مثلا بتحتاج انك تبذل مجهود بدني عالي. دي مثلا في البيادة او التربيه او في التدريب. ايوه مثلا في الاداره الداخليه مثلا بتلقى انه مثلا بيوقفوك مسافات طويله جدا، لانه بتلقى انه مثلا في المعارك بتحتاج انك عشان تراقب العدو بتحتاج انك تجيف وما تتحرك لفتره طويله جدا، بعد ذلك تقوم تعكس المعلومه. فالتدريب هنا مهم جدا لانه بعد ذلك بينطبع على شخصيتك. يعني تلقى انه مثلا العساكر دائما في القوه البدنيه والتحمل والحاجات دي هم اقوى. صحيح. من الناس العاديين. صحيح. الدكتور بيكون انظف من المهن الثانيه كلها. ليه؟ لانه عندهم الاساس انك انت تكون نظيف، لانك تتعامل مع حاجه انك انت ممكن مثلا اذا كنت ما نظيف هو زول مريض، انت جيت دار تعمل له عمليه او دار تعالج ممكن تقول له مرض ثاني بيتلوث حصل لك مثلا من حته ثانيه. عشان كده دائما بتلقى الدكاتره مهتمين جدا، يعني يمكن الدكتور اغلى حاجه عنده يده. صحيح. فدائما بيكون محافظ على خالص. ايوه في النظافه في الليناي. فدي ده انعكاس العمل على الشخصيه. يلا نقوم نقولها للبيت. في البيت برضه بنفس الطريقه بتلقاه انه مثلا الدكتور في البيت زي النظافه اللي هو محافظ على فيها دائما بيكون بحاول انه الاطار اللي حوالينه كله يكون نظيف، عشان كده ما بيقبل انه مثلا الناس اللي حوالينه لانه هم اساسا محتكين معه. يعني بتلقى اولاده ما بيحب انه مثلا اولاده يكون مثلا اياديهم وسخانه وكده. ليه؟ عشان لانه عارف انه هم بينقلوا له الحاجه دي وهو حيقوم ينقلها للناس اللي بيتعامل معهم. ففي حاجتين اللي هم بقول لها السمات الشكليه والسمات الجسمانيه، دي برضه بتنعكس. يعني مثلا الناس مثلا لو جينا مثلا الرياضيين، ما في مهن رياضيه. صحيح. بتلقى انه هو زول مثلا يكون يعني مثلا جسمه عادي، لكن اول ما خش في المجال المهن الرياضيه بتلقى انه هناك بيقوموا بيطوروه عشان مثلا تربي العضلات بتاعت الاكتاف بتعمل كده، عشان تربي مثلا العضلات بتاعت البطن بعد شويه بتلقى انه بيحصل له تغيير جسماني. لعيبه الكوره برضه بيجيبوا مثلا بيعملوا لهم
برنامج تأهيلي تدريبي لغاية ما يصل لمستوى محدد كده، بعد ذلك بيقوم بيتطور. فالعمل بينعكس على الشخصية، دي ما فيها اثنين ثلاثة. ده برضو بنقسم لشكلين، الشكل الأول اللي هو الشكل المزاجي أو السلوك. فبتلقى أنه مثلا المهن البسيطة اللي هي مثلا لو قسمناها برضو تتقسم لاثنين، مهن اللي هي فيها الإدراك والعمل والعقل، وفي مهن اللي هي الحرفية اللي هي بتعتمد على المهارة اليدوية. أيوة نعم، دي بتلقى أنه هناك بتحتاج تركيز أكثر في الـ في الـ في الـ المهن الإدراكية والعقلية، وبتحتاج تفكير. المهن الحرفية بتحتاج للمهارة السكيلز، أنه كيف تستخدم أيديك، كيف أنك، ورغم أنه برضو بكون داخل فيها التفكير، لأنه مثلا مهنة الميكانيكي، الميكانيكي بيحتاج يتذكر أنه مثلا الصامولة تفكها من وين عشان يقوم يرجعها في محلها. فكل أي عمل الشخصية بتاعته بتنطبع على المقومات بتاعت العمل، والأسلوب اللي أنت بتتعامل به والطريقة اللي أنت بتتعامل بها مع الناس بتنعكس على شخصيتك. طيب حتى بعد. الكلام حتى الكلام ذاته والمفردات نعم اللي بلا شك بلا شك بتأثر يعني. أيوة لأن أنا أقول لك السين بالضحك نديدتها دي يمكن في العمر، لكن برضو في المهن يعني. أنا مثلا بعد أقول مصطلح، بتلقى مثلا الإعلاميين عندهم مصطلحات بيناتهم ما يفهموها إلا الإعلاميين، فبعد تلقاهم هم قاعدين مع بعض، ممكن زول يكون قاعد مثلا مهندس يكون قاعد مثلا بين إعلاميين ما يقدر يفهم هم بيقولوا في شنو. ليه؟ لأنه هم بيستخدموا مصطلحات داخل إطار العمل بتاعهم. أيوة صحيح. نعم وممكن تكون تورية يعني، ممكن أقول كلمة على إنه داري يقوم يعمل بها مثلا يقول بها يوضح بها مثلا كلام تاني، يجيب الكلام كتورية، ده هنا بكون ما فاهم. لكن نفس المهندس ده لو قاعد في وسط مهندسين وجا قاعد بيناتهم إعلام وهم استخدموا المصطلحات بيناتهم، هو ما حيفهم حاجة. فكل مهنة عندها أسرارها، عندها مصطلحاتها، عندها أسلوبها. بعد ذلك انت بتقدر انت اللي بتكون اللي بتقيم الحاجة، انك انت هل تنقل الحاجة دي للبيت، مستوى التأثير بتاعها، هل انت بتقدر تنقله للبيت للناس اللي حوالينك، ما بالضرورة البيت بس، حتى الأصحاب والمعارف والناس القريبين منك. طيب المضار ممكن تكون ناتجة من التأثير السالب على المهنة، يعني شخص خلاص دوام 8 ساعات بعد ذلك مفترض انه يفصل ما بين الدوام العمل والحياة الأسرية والاجتماعية، بعد ذلك متنفس بالنسبه له يعني، يخرج من الضوابط، وحتى لو يعني يتخلى عن الرتبه العسكريه اللي هو بيكون فيها الصباح في دوام طويل جدا وشاق مجهود، بيكون محتاج لراحه اكيد يعني. مساله السلبيات اللي ممكن تكون ناتجه من تاثرنا بدوام طويل جدا في وظيفه من الوظائف او مهنه من المهن، وبعد ذلك البيت ذاته بيبقى عباره عن دوام ثاني كمان. أيوه. نفس القصه يعني. نعم. تعليق. نعم. دي هنا برضو على شخصية الزول، اللي هو مثلا أنا شغال مثلا ضابط في القوات المسلحة، عندي الدوام بتاعي مثلا بيبدأ بدري شديد وبينتهي مثلا في مثلا الساعة 3 ولا 4. المسافة اللي هي بتاعت العمل دي كلها بتعامل مع ناس ممكن كلهم في نفس المستوى، في نفس الفهم، بنفس التفكير، بنأدي في مهمة واحدة لهدف واحد. بعد أنا أنتقل من البيت من العمل إلى البيت، بالضروره انا المفروض يلا اقلم نفسي على الوضع بتاع البيت. ايوه اللي هو ده اللي هو كيف نقدر نفصل ما بين العمل والشخصيه. نعم نعم. طيب. انا في قصه داير احكيها بتاعت الدكتور زهير حمدو. هو دكتور بتاع تشريح، ف ده عكس نموذج يعني، يمكن هو دي يمكن من الافضاءات بتاعت الشخصيه، انك انت تفضي الحاجات اللي جواك عشان الناس تقدر تستفيد من الحاجات دي. ويا ريت اي زول عنده تجربه في مجال العمل او في اي مجال يحاول يعكس الحاجه دي. ليه؟ لانه اي تجربه انت مروا بها تقريبا يعني بقولوا تقريبا 100,000 نفر، وحيمروا بها 100,000 نفر بعديك، فانت معناته انت ممكن تكون السنتر، انك انت عكست تجارب ناس قبليك ما عكسوها، وعكس انت مريت بها لكن انت عكستها للناس اللي بعدك. فاي تجربه انت بتحكيها تلقى انه زول بتتوائم معاه الحاجه دي، يعني بتلقى لها شبيه. دكتور زهير بيتكلم عن انه هو دكتور في التشريح، فقال انه اول تجربه بتاعه التشريح له اخذت مني يومين عشان هو يقدر يتاقلم على الوضع ده. يعني اول جثه مسكها قدامه كده شرحها كانت بالنسبه له مشكله كبيره جدا، يعني رغم انه في الطب يدرجوك تدريجيا، يعني انك انت لغايه ما تصل لمرحله انك انت تشرح الجثه دي كامله، الحاجه دي بتكون ستيب باي ستيب، لكن في النهايه التشريح بتاع الجثه الكامله يختلف.
فقال انه الحاجه دي اثرت عليه واخذت مني يومين. قال انه اول تجربه بتاعت عمليه بتاعت اعدام اشراف عليها اخذت منه اسبوع. اعدام؟ ايوه، ما طبعا الطبيب الشرعي بيكون حاضر العمليه بتاعت الاعدام مثلا، في مثلا اذا مثلا عليك حكم قضائي بالاعدام بيجيبوا الدكتور عشان يقوم يتاكد من انه الزول ده فعلا توفى وبيطلع شهاده الوفاه. فقال اول عمليه بتاعت اعدام اخذت منه اسبوع. يلا دي تعكست على مزاجه وتعكست على تصرفاته وتعكست، وفي تجارب ثانيه قال يلا انا في مجال العمل بتاعي كل مره بتمر علي تجربه، التجربه دي بتنعكس على شخصيتي. قال مثلا انا في جريمه بتاعت قتل كان فيها الزوجه في عمليه بتاعت خيانه، فقال دي برضه اثرت على نفسي، دي قامت خلتني انه انا افكر في انه الحاجه دي ممكن تكون مثلا على العوام او اطلق الصفه دي على العوام. ده غير الجرائم بتاعت الضرب والحاجات دي. فقال انه انا بجد باخذ الجانب الممتلئ من الكوب. ليه؟ لانه اي اسقاط سلبي بينعكس على شخصيتي، واي تفكير ايجابي للمشكله بخليني انه انا اقوم بالعكس، اقوم انا استفيد من الحاجه دي. فقال اي مشكله بتقوم بتخليني بايمان قاطع في انه يا اخي الناس لو شافت النتيجه النهائيه اللي بيصلوا لها بعد، انه مثلا الناس تختلف في راي، واحد يقتل الثاني هما الاثنين خسرانين، او واحد يقتل الثاني، قال انه الناس حتعرف قيمه الحياه. قال دي انا طلعت منها بقيمه الحياه. قال انا مثلا بعد القى انه مثلا مره مثلا عندها اشكاليه بتاعت خيانه ووصلت مرحله الموت، قال دي انا ما اخذتها انه مثلا المره دي حيكون زي الف، لا، ادتني قيمه المراه، عينت لها قيمه المراه، انه المراه لو ما كانت انسانه مؤثره وانه انسانه وعندي فيها الاخت والام والزوجه فقال الحياه دي كلها بتخليك انك تاخذ الحياه من ناحيه ايجابيه. دي قامت خلته انه بعد ذاك يقوم يوفق ما بين العمل وما بين البيت. قال انا اول ما اجي خاشي البيت بقوم بحاول اقلع العباءه بتاعت العمل والتاثيرات بتاعتها واخش البيت بشخصيه ثانيه. ودي بتكون من 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 هو اساسا زي قرار داخلي. يعني انه في ناس بيقول لك والله انا في الشغل في الشغل، في البيت في البيت. اذا مثلا يقول لك والله في البيت مثلا ما تضرب لي ما تكلمني عن الشغل، ما تضرب لي تقول لي مثلا الحاجه الفلانيه في الشغل. لكن في ناس العمل بتاعهم بيحتاج انه مثلا بيتطلب انه ايوه بيتطلب انه مرات في البيت يقوم ينادوك ويقول لك مثلا صح تعال يعني صح. او غير كده انه مثلا في اعمال مثلا بتكون الدوام بتاعها طويل، بعدين في اعمال بتكون غير انك المهام العمليه اللي بتاديها انت في العمل بتمشي تادي جزء منها في البيت، ودي برضه بتكون خصما على البيت. بجد العمل بيحتاج انك ترتب ما بين العمل وما بين البيت. طيب باشمهندس مروان عبد الرحمن، احنا سعيدين جدا بك اكيد معنا في معنا نلتقي. بعض الناس بيتضايق من افتخار البعض بمهنته او الحديث عنها طوال الوقت. نعم نعم، والله دي يمكن بتختلف برضه من زول لزول. يعني في ناس مثلا ممكن يكون مثلا بتضايق لانه حاسد، يعني مثلا حسدا. وفي مرات مثلا زول بيتضايق لانه زول ذاك بتكون كترته انت عبد الرحمن. ما بكون فاهم يعني. اي بتكون كترته انت يعني مثلا طوالي، بتكون تحاول تشعر الناس بانك انت مثلا عملي ده والله مثلا مهم جدا. ما في عمل اهم من عمل. في اعمال مهمه نعم اي، لكن ما في عمل انت يعني مثلا انا اخذت لك نماذج بتاعت اعمال، لو سحبت واحد من النص بتلقى انه مثلا بيحصل انهيار دي معنى انهيار، يعني بيحصل انهيار لـ 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 للمنظومه بتاعت العمل بصفه عامه. يعني مثلا المستشفى لو نحن سحبنا الغفير فقط، نشيل الغفير، خليك من المدير الطبي او الدكتور او الفني بتاع المعمل، نحن سحبنا الغفير، اتخيل حال المستشفى ما في زول في الباب. ايوه ما في زول في الباب، حيبقى وضع ثاني مختلف تماما. ليه؟ لانه الزول اللي انت بتشوفه انه هو ده مهنته قليله، هو عنده مهام مهمه جدا بيأديها وهو واقف في باب المستشفى. يعني مثلا الدكتور جو بعد يقول يا اخي انا والله ما داير ليه مثلا اكل يجي خاشي المستشفى، لانه ده بيعرف انه الاكل ده الدكتور بقراره ده لانه عارف انه الاكل ده بيجي مصاحب معاه وشنو. ايوه نعم كويس. ده بعد يقول لك مثلا الغفير يقول لك مثلا ما تدخلوا الاطفال، ويمنع اي واحده تجي مثلا سايق الطفل بتاعه يدخل المستشفى، بيعرف انه الدكتور بعد قال له الكلام ده وهو نفذ الحاجه دي انه حمى كميه من الاطفال، لانه الاطفال عند الاطباء هم اكثر عرضه للعدوى. ليه؟ لانه الاجهزه بتاعتهم حديثه، يعني الاجهزه لسه يا دوب يعني الجهاز التنفسي الجهاز العصبي الحاجات دي كلها بتلقى بيكون الالتقاط بتاع الامراض
سهل جدا. فبتلقى انه الغفير هنا دوره عظيم جدا. ده اذا انت فكرت للغفير ما من ناحيه انه هي كمهنه بسيطه او مهنه اقل، هو دوره زي دور اي زول بيؤدي مهمه داخل المستشفى. فانت بعد تشيله بره بتلقى انه مثلا باقي الحاجات دي فيها مشكله. نرجع مثلا للانبياء، الانبياء والرسل كانت اعمالهم شنو؟ سيدنا داود كان حداد، وكان بيصنع السيوف وبيصنع وآلنا له الحديد. يلا بعد ذاك بقت مهنه وسايره لغايه الليله. سيدنا ابراهيم كان بزازا، اللي هو بيبيع القماش او تاجر قماش. ففي مهن، والرسول صلى الله عليه وسلم كان راعيا، اسحاق كان راعيا، سيدنا يعقوب كان راعيا، سيدنا يوسف كان وزيرا. يعني حتى الانبياء بعد جت سيدنا عيسى كان طبيبا. حتى الترتيب بتاع الانبياء والاعمال بتاعتهم كان فيها عبره لنا نحن، عشان نحن نتعلم في انه ما في مهنه اقل من مهنه. طبعا. في مهن بتنعكس من السلوك. هسه مثلا في ابن القيم بيقول انه من اعظم الاعمال، من اعظم المهن مهنه الراعي. ليه؟ لانها بتحتاج للعطف والحنيه وتجميع، التجميع مثلا الرعيه، ايوه نعم، والصبر، ايوه التجميع والصبر. فدي نعم. عشان كده دائما الانبياء بيكون الـ 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 العمل الاساسي من عندهم الرعي، لانه بيعلمهم كميه من الحياه. ودي كانت مهنه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان ينتقل الى التجاره، قبل ان ينتقل الى الجهاد. تمام. نعم. في كلمات بتكون في المجال المعين مثلا. نعم. ذكرنا لو كان حرفي بيستخدم بعد ذاك المفردات اللي بتكون خاصه بالمهنه دي. نعم. حتى في الاختلاف، لو اختلف معك صاحب خضر وفاكهه في السوق واثنين اختلفوا ولا يزول خضار عندي، معناته هيزول بطريقته. نعم. نعم. والبيفهم في الكوره بس، واحد بيحكوا كلامه في الكوره، لا في الكوره بس بيحكوا له انه اثنين اخوان واثنين اخوات. الولد الكبير يتزوج البنت الصغيره، والولد الصغير يتزوج البنت الكبيره. قصوا ما في موقع، المفروض الكبير مع الكبير. قال له يا اخي زي دور الاربعه. حتى في بعد ذاك، في بعد ذاك انه الاول دائما بيلعب مع الثاني في ثاني مجموعه الثانيه يعني. فبتبقوا بعد ذاك بتتحكم حتى في فهمك للحاجات وفي فهمك للاشياء. اللي تجيبه له بس بمجاله بيفهمه يعني. حتى بعد ذاك تقدر انت تقنعه وتقدر تتكلم معه وتتونس معه. المفردات اللي بتكون مثلا انتشرت كثير جدا يعني، حتى في مجتمع اصحاب المطاعم يقول لك والله ما عندي لك صحن فاضي، ده بيختلف معك يعني. أيوه. حتى في الاختلاف. أيوه. موجوده بعد ذاك، وتاثير المهنه حاضر وموجود. كيف نحن نطور المهنه المواهب اللي بتكون صغيره؟ واحد عنده موهبه صغيره كده وحابب انه يكون صاحب مهنه في المستقبل يعني. وصبغه الابو دائما بتكون انه الابو لو طبيب بيحب اولاده يكونوا اطباء، المهندس. نعم. بيحب اولاده يكونوا مهندسين، وبيشوفوا بعد ذاك ادوات العمل ذاتها جات في البيت، وحتى المكتبه مليانه الكتب في التخصص المعين. كيف نطور مهنه ومواهبنا اللي بتكون بسيطه لحاجه تكون مهنه بعد ذاك في الحياه يعني؟ نعم والله، يمكن دي الحاجه اللي تجاهلها العالم كله في الاونه الاخيره يعني. يمكن النماذج بتاعت ماليزيا وتركيا هي يمكن نماذج راقيه جدا في انه الحقيقه طبعا سبقتهم في امريكا واوروبا، لكن دي يمكن لانه عايشناهم نحن في الوقت الراهن. اهم حاجه في انه انا اخلق جيل يقدر يحقق اهداف بتاعت استقرار وامان وتنميه، وحتى على مستوى العيشه، على مستوى العيشه العاديه، انه تكون بالمستوى اللي بتليق بمكانه الانسان. دي بتعتمد على شنو؟ بتعتمد على انك انت تختار الناس اللي هم حيقوموا يحققوا لك الاهداف دي. ففي حاجه اسمها اكتشاف المواهب. اكتشاف المواهب ده معناته انه، لانه المواهب دي عندنا مربوطه بالاعمال الفنيه والكوره وكده. لا، قبل شويه انتوا عرضتوا طفل من اثيوبيا بيحفظ القران. تعرف الولد ده توفرت له حاجه واحده خلته انه هو يصل للمرحله اللي وصل لها دي، الاراده. يا سلام. فقط توفر الاراده بيمثل نسبه 90% من انك انت تصل للحاجه اللي انت عاوزها، رغم الضغوطات من الاسره. ايوه نعم. هو قال شنو؟ قال انه ابوي قالوا له الحته ديك فيها ما عارف يعني ما مريحه مثلا، في انه مثلا نقدر يدرس فيها. بعد ذاك ابوه جاب قصه العربيه والحياه دي كلها ما خلته انه يتراجع. كان بيقول انه انا كنت مصير في انه انا اعمل الحاجه دي. يلا اللي صار ده هو الاراده. يلا دي مثلت نسبه 90%، اللي هي بعد كده ال 10% دي عشان تبقى جهدي حركي، اللي هو فتش المحل، فتش الحته الدار يحفظ فيها. بعد ذاك بدا في التحفيظ، والحمد لله وصل
10 اجزاء ما شاء الله. معناتها بنفس الاصرار وبنفس الاراده دي حيقدر يواصل لغايه ما ينتهي. الدول اللي انا ذكرتها قبل اللي هي تركيا وماليزيا كانوا بيفتشوا في يعني خطه ماليزيا 2020 انه في سنه 2020 حيكون عندهم من كل علم من العلوم عندهم ناس جاهزين اللي هم وبدوا فيهم هم وصلوا يعني قاسي من 2020 باقي 3 سنوات انه سنه 2020 انه الناس دي كلها تكون وصلت لمستوى بتاع فهم ودرايه لكل المحيطات بتاعتهم على مستوى الجانب الطبي، المستوى التعليم العالي، على مستوى التدريس في الجامعات، على مستوى المهن، على مستوى الصناعه، على مستوى يعني خطه كامله. الخطه الكامله دي عشان انت تحققها بتستثمر في اهم حاجه اللي هي عقول الشباب في العقول. فقاموا شالوا شباب اهلهم يعني الدفعه الاولى كانت سافرت برا ماليزيا. هسه ماليزيا بقت تصدر ستيل ناو ماليزيا بتصدر العقول وبتستجلب العقول الخارجيه على انه هي تدرسها عندها. يعني هسه بقت الجامعات في ماليزيا حاجه يمكن قبله العالم. صحيح. كذلك في تركيا، تركيا مشت بنفس النهج وماشي هسه بنفس المستوى. يبقى معناته شنو؟ انا عشان استفيد من مهاره من المهارات ودي دائما بتحصل تلقائيه، يعني بتلقى مثلا الطفل اللي بيحب الفك والتركيب والهنا يعني ده بيكون عنده ميول بيصنف عندنا مثلا في 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 التنميه البشريه في انه بتقدر تصنفوها في هذا الاتجاه. الزول اللي بيحب السكون والهدوء وتلقاه قاعد دائما براه وبرضه بتقدر تستغله في موقف محدد. الزول اللي مثلا بتلقاه حركته كثيره برضه بنفس الطريقه بتقدر توظفه في اتجاه محدد. بيبقى الفهم شنو؟ الفهم في انك انت تعرف انماط الشخصيه اللي هي عندنا في التنميه البشريه الـ MBTI انماط الشخصيه بتاعته، بعد ذلك بتقوم تستفيد منها في انك تتوظف في اتجاه محدد. تمام. احنا وصلنا لختام الفقره دي يا مروان، وفعلا يعني يمكن تاثير كبير جدا للعمل، وبنشوف اشخاص الان حتى في الحياه يعني بتلاقيهم بتعرف انه لما ينزل المعاش ما شاء الله ظاهر المهنه كامله انتهينا سنوات طويله يعني. نعم. بنشكرك يا مروان على الكلام الطيب. شكرا جزيلا. انا والله شاكر لكم جدا وسعيد جدا انه انا اكون معاكم في الصباح ده ان شاء الله. الله يسعدك يا رب. شكرا باشمهندس مروان عبد المحمود و